احتفل المجلس القومي للمرأة بتوزيع عدد من الأجهزة الكهربائية والجوائز على نحو 200 فتاة يتيمة بمحافظة الجيزة. وأكدت إحدى عضوات المجلس أن للمجلس دور كبير في دعم غير القادرات واليتيمات بشكل فاعل ومكثف، مشيرة إلى أن المجلس يعمل على تنفيذ خطة عمل ستلقي بأثارها الإيجابية على النساء من المخاطبات لهذا المجلس.